مثل كل المناسبات يلي مرقت علينا هالسنة، وبشكل استثنائي إجا العيد وكان ناقصه بعض العادات يلي أضافت له طابع خاص شوي. فساحات اللعب يلي كانت مليانة فضيت هذا العيد، والضحكات خف صوتا، والمكان يلي تعود الطفل يلعب فيه اشتقله. بهالعيد الجوامع ما استقبلت المصلين بسبب فيروس كورونا، ومعظم الناس ما زاروا عائلاتهم، والأطفال انحرموا من العيدية ومن اللعب مع أقرانهم. كيف ملاقي أجواء هذا العيد؟ ما في شيء العيد هذا، عادي. والله أجواء عادية، يعني ما بتحسيها مثل كل عيد. عادية جدا يعني، وما في لا حركة ولا أسواق ولا شيء، يعني يعتبر إنه ما في عيد مرة. عادي، ما في شيء. يعني الظروف البشر شوي مضايقة شوي الأمور، والحمد لله رب العالمين. شو الشيء اللي اختلف عليك هذا العيد عن العيد اللي قبله؟ يعني الروحات وجيات وقعدة هالبيت، يعني تعرف يعني الوضع شلون صاير. ذاك العيد كان معبه القرن، يعني ما في شيء هلا فاضي، بس يقعد متفتل. يعني قضيت يوم العيد نوم يعني ما اختار. ذاك العيد كان مملوء بالناس، هلا ما في شيء. الناس حاولوا يعودوا هاي العادات بشغلات بسيطة، وصبروا على الوضع لأنهم أكيدين بأنه كل هاي الإجراءات كانت لصالحهم ولتحميهم أولاً وأخيراً. فالاستهتار بهيك موضوع ما كان لصالح كتير من الشعوب والبلدان.